نتيجة المشهد العبثي اللي احنا بنشوفه خلال الفترة الأخيرة، ايه اللي حصل النهاردة استكمالا للمشهد العبثي؟ النهاردة بعد إعلان صعود نادي حرس الحدود إلى بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على سبورتينج 2-1، شفنا مشهد يعني خناقة شوارع في الملعب، وكأن اهو هات لي برضو الصورة يا استاذ ماجد بعد اذنك، فول كدر. يعني هي دايما احنا بنتعلم كده في الصحافة، الصورة بألف كلمة والصورة اهم من اي تعليق. هات لي بقى الصورة اللي قبلها بعد اذنك يا استاذ ماجد، الخناق اللي احنا شايفينها، والكابتن خالد غندور رجع لنا. ده استكمال للمشهد العبثي اللي احنا بنشوفه ما حدث ما بعد مباراة حرس الحدود وسبورتينج اللي حسمت طبعا تأهل حرس الحدود الى جانب غزل المحلة وبتروجيت الى الدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل. كابتن خالد برحب بيك.